السلام عليكم. هذا جامع الأمير عبد القادر بوهران، والذي يقع بالقرب من بلدية سانية على الطريق المؤدي إلى الجزائر العاصمة. وهذا الجامع رائع، هو كان هبة من طرف شركة تركية توسيالي، التي عندها مركب لإنتاج حديد الصلب. إذن كان هبة من طرف هذه الشركة لبنت يعني الجامع الرائع على الطراز التركي. والأروع فيه هو كذلك المساحات الخضراء المحيطة بالجامع، لتزيد تعطي يعني الروحانية للموقع، وشيء يعني جميل جدا. نتمنى تكون هذا التصميم، نوع من هذا التصميم يعني والتهيئة والعناية الفائقة بالمساحات الخضراء، يعني يعم هذا المدن تاعنا. إن هذا النوع من يعني المنشآت يعتبر من الناحية العمرانية، خلينا من الجانب الروحي هذا ما مفروغ منه، لكن حتى الجانب العمراني والجانب التهيئة العمرانية والجانب يعني يعطي صورة جميلة جدا. إن شاء الله تكون فيها منشآت بهذا النوعية في مدننا. والسلام عليكم.